مساء الخير، تفضل. موضوع تعويم الجنيه ده استاذ وائل، مع زي ما بنسمع كده انه من تعليمات البنك الدولي والحكومه والحاجات دي، الحكومه تشوف المناسب للدوله وبتعمله. ده نمره واحد. نمره اثنين، كان مودي ده الكلام ده في قعدات العرب وقعدات المصطبه يا حضرتك، يعني الحكومه تشوف اللي عايزاه وتعمله، يبقى مجلس النواب يقفل ونواب يروحوا يقعدوا في 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 على المصاطف في بلادهم. دي دوله وبيحكمها دستور، مفيش حاجه اسمها اللي الحكومه عايزاه تعمله. ولا احنا الناس انتخبتنا وبتدفع لنا مرتباتنا ليه؟ عشان اللي الحكومه عايزاه تعمله؟ يا جدع انت اللي بتزعق، ده مين اللي بيزعق ده استاذ وائل؟ انا مش شايف. الاستاذ احمد طنطاوي عضو مجلس النواب. انت راجل قانون، انت راجل قانون ومحامي. يا استاذ احمد ايه؟ هو ده كلام اصلا؟ ايه ده عليا بالله يا استاذ احمد؟ اتكلم كلام قانوني بس، انت راجل اتعرفت، انت مش متصل من عوام الناس، انت راجل قانون، اتكلم كلام قانوني. طب اسمعني انا جاي لك اهو يا استاذ احمد. طيب اسمعوا بس، ده حاجه غريبه جدا والله. يعني خلاص كمان هؤلاء الفاشلين هم كمان اللي عايزينه يعملوه؟ انت هتتخانق معايا يا استاذ احمد؟ مش اسمعني الاول وبعدين يا استاذ احمد. استاذ محمود اتفضل. اسمعني اسمعني بس، انا ما اتكلمتش. مش عارف انت، مفيش مداخله تدخلها يا استاذ محمود الا لما تلاقي الزوبعه قبل ما تتكلم حتى. انا عملت حاجه بس والله. انا كنت هكمل اقول قبل الموضوع ده. قبل الموضوع ده احنا نشوف بس البلد ليها ايه، يعني الحكومه تشوف البلد ليها ايه. يعني انا عندي معلومه ان مبالغ الضرائب مليارات، الحكومه تتحرك وتشوف المليارات دي الاول فين، تشوف الناس اللي ما بيدفعوش ضرائب من المشاهير. يعني انا شفت على التواصل الاجتماعي من شويه حمله لمحلات وحاجات زي كده ان هم يقللوا الاسعار. اذا كانت الحمله عشان يقللوا اسعار والدوله تقدر انها تتحكم في الاسواق لتحديد الاسعار وعدم المغالاه في الاسعار، زي ما سياده الرئيس سيسي قال ان احنا ما عندناش الاليه اللي هي تراقب المراقبه والمحاسبه والكلام ده، لا نشوف اليه. يعني قبل الكلام ده نشوف الاليه، ولكن في الوقت الحالي الحكومه ما فيش بايدها حاجه في المأزق اللي احنا فيه الا الاختراق من ستون الدوله. اللي مفيش في ايده حاجه، اللي مفيش في ايده حاجه يتوكل على الله يروح. يروح صح. ومش هنخسر اكتر من اللي خسرناه، لان مفيش اسوأ من اللي موجود اصلا. وانا لا اعتقد ان في التاريخ الحديث في اسوأ من اللي موجودين دلوقتي، غير الا اذا كانت حكومه عاطف عبيد. ده رايك يا استاذ احمد من اول ما جيت المجلس وانت مش عاجبك. والايام اثبتت رايي، لما كنا بنستصرخ النواب نقول لهم بلاش دول، جربناهم خمس شهور قبل ما يقدموا برنامجهم للحكومة، قالوا بس نجربهم تاني. ادينا جربناهم تاني وتالت، نعمل ايه بقى؟ نستنى لما يغرقونا خالص واحنا واقفين بنتفرج؟ يا احمد يا استاذ احمد، من زمايل حضرتك هم اللي وافقوا على البرنامج الحكومة، نعمل ايه يعني؟ نسكت نسلم نفوض امرنا لله، نعيش في دور المستضعفين والمغلوبين على امرنا، ولا نعمل ايه؟ مش فاهم. زمايلك وافقوا يا استاذ احمد؟ مش وافقوا موافقه مشروطه، وافقوا وقالوا ده بعد ثلاث شهور هيقدموا لنا بتاع ده مؤشرات الاداء، وهيقولوا لنا احنا رحنا فين وجينا منين. اكتشفنا ايه بقى؟ اكتشفنا ان هم بيعملوا حاجه غير اللي قالوا عليها اصلا. يا احمد طب عشان بس على الحكومه، ايه الحل من وجهه نظرك بعد اذنك يا محمود بيه؟ انا عاطف مخاليف بعد اذنك. احنا عايزين بالراحه كده نوصل لحلول، ممكن عن طريق البرنامج. ده كلام وجيه. ايه الحل من وجهه نظرك؟ ده كلام وجيه جدا. انا هقول واتمنى ان احنا كمان نسمع. طب الحل ده بعد الفاصل. بس استاذ محمود انت عايز تقول انه يا جماعه الحكومه ما قدامهاش الا كده؟ يعني في الوقت الحالي ما قدامهاش الا كده، يعني هتعمل ايه الحكومه؟ ما قدامهاش الا كده. كده ده اللي هو ايه؟ ما قدامهاش غير انها تفطس الغلبان؟ لا مش الغلبان، ما احنا غلابه احنا كمان يعني هم عايزين بس بالمعنى البسيط، هم دلوقتي عايزين يخفضوا الجنيه ليه؟ يقولوا عندهم. وبعدين احنا ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، ما فيش حاجه اسمها اقول لك ليه تقول اصل ما عندوش غير كده. انا بقول لحضرتك هو مستهدفه ايه؟ ما هو عايز يعمل الاجراء ده عشان ايه؟ فيقول لي علشان واحد هو دلوقتي عايز يعاون الجنيه. لحظه عشان الجنيه لو ما عندوش، لحظه بس، فقول له واحد اتنين. هو ما بيعاونش الجنيه، هو بيغرق الجنيه وبيغرق مع المواطن. لا ده لو ما عاونش الجنيه بالطريقه اللي هو قال عليها الحكومه، قالت عليها استاذ عاطف، الموضوع بسيط. بعد شهرين هيغرق. بص حضرتك الموضوع بسيط، احنا نقول هو مستهدفه من ده ايه، كويس كده؟ اه بالظبط. هو يقول انا مستهدفي واحد اتنين تلاتة أربعة. اه. هو قال نتناقش معاه ينفع نوصل. استمرار الحالة بالشكل ده. خليك معايا لحظة. مش حل. نتناقش معاه ينفع نوصل للنتائج دي من غير الضريبة الباهظة اللي هيدفعها المواطن اللي مش قادر،
لو عندهم نيه صافيه المواطن بيدفع ضريبه اكبر. احنا بقى لنا 3 شهور لو في نيه صافيه حد يقول لهم افتحوا التلفزيون دلوقتي واسمعوا اسعار. بص يا احمد بيه دلوقتي انا المواطن بقى لي 3 شهور الاسعار بتتضاعف. انا عايز اوقف النزيف ده. بعمل ايه؟ بعمل التعويم ده لفتره معينه. انا بقول انا لو انا لما احكم القبضه بتاعتي خلال 3 شهور الدنيا هتتغير خالص والجنيه هيرتفع قيمته امام الدولار. انت عارف المؤسف يا استاذ عاطف؟ المؤسف ان احنا لو عشنا وبعدين تجربه احنا عملناها ونفس المدرسه. عاطف اللي ان احنا بنحذر من الكلام ده. الناس ما بتسمعش. يا سياده الناس تسمح للحكومه انها تقفز لينا خطوه للامام. التجربه هنتقابل عشان نشتكي شكوى امر. معلش التجربه نفس المدرسه اللي بتعملها. التجربه اللي لقى حته معفروق العقده بيعملها طارق عامر اللي كان شغال مع قبل ما تسيبنا يا جماعه. انخفاض قيمه الجنيه بهذا الشكل، انت عارف لو مرتبك 4000 جنيه لو ال 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 قفز لو قفز ل 20 جنيه يبقى مرتبك 200 دولار. انا اتمنى ان الاستاذ احمد زي ما هو بيهيل التراب على الحكومه في المجلس وهو عضو نشيط، وانا عارف ان هو عضو نشيط، ان هو بيطالب بتحصيل الضرائب المتاخره على في الدوله على خيرنا والله. 100 مليار على خيرنا والله. انا بقول لحضرتك اهو الارقام المتداوله انه احنا بنحصل التلت والتلتين تهرب. غلبنا كلام في كلام ده كلام او غلبنا كلام قبل ما يفرضوا ضريبه القيمه المضافه. احنا بنحصل 12% يا احمد. بص مش التلت 12%. انا باخد احسن الارقام. لا انا بقول لك الارقام التلت والتلتين تهرب. احنا بنحصل غلبنا ان احنا نقول عايزين تزودوا حصيله الضرايب. قننوا النص الدستوري اللي قال الضريبه التصاعديه ده دستور محدش بيلتزم بيه. قلنا في قانونين كانوا موجودين فعلا الحكومه عطلتهم، ضريبه الثروه وضريبه الارباح الراسماليه في البورصه. قلنا اصلح نظام الضريبه العقاريه علشان تحصل من اللي عايش في قصر واللي عايش في فيلا واللي ما يفرقش معاه انه يدفع. كل الكلام ده بيتقال ومحدش بيسمع. نعمل ايه بقى؟ شور علينا انت واللي هتقوله انا هعمل بيه. يا استاذ احمد يا استاذ، طب انت حضرتك طالب او شفت او الاستاذ وائل في برنامج من البرامج من الحلقات اللي بيعملها وهي متشافه من الملايين في مصر والوطن العربي والاجنبي، هيجيب لنا رئيس مصلحة الضرايب يقول لنا الناس الكبيرة اللي بنسمع مرتباتهم الهائلة وحتى بتوع القطاع الخاص والفنانين والمذيعين ومش عارف ايه، الناس دي بتدفع ضرايب ولا ما بتدفعش؟ فاحنا عايزين نعرف بقى الشغل ماشي ازاي؟ إذا كان الرئيس قال مفيش الآلية، وأنا بقول له سيادة الرئيس أنت كلامك على دماغنا من فوق، بس لازم نعرف أمال إيه الآلية بقى؟ هنفضل لحد إمتى نعرف الآلية بقى بتاعت الرخابة على الشعب هنا وعلى الناس اللي شغالة؟ قبل ما نتكلم. لكن دلوقتي خلاص مفيش قدامنا بديل يا استاذ، انتوا اتكلموا، انت كنائب اتكلم وقول هاتوا الضرايب، خصموا من فلان وفلان الضرايب. طيب استاذ محمود خليك مع الغلابه يا استاذ محمود. شكرا استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. قبل ما اطلع فاصل